السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم بديت لكم في هذه الجهه نتاع التخفيضات، حيت دابا عاد باش حطيت لكم واحد الفيديو، وقلت ضروري غادي نحط حتى اليوم هذا الفيديو باش غادي يقدر يفيدكم هكا في التخفيضات اللي كيكونوا دائما في اليوم الاربعاء. وقلت ضروري نبدا لكم اليوم الفيديو في التخفيضات. واول حاجه غادي نبداها لكم هي البلاطويات. هاد البلاطويات اللي ولاو داخلين في التخفيضات، هادو اللي هما معروفين، اللي هما تقالين، اللي هما كاملين تاع الحديد، عندهم جوج نتاع اليدين، عندهم هنايا هذا النقش منه وفيهم المرايه هنايا. هذا صحيح يعني تقدروا تحطوا فيه البراد مع الكيسان. هذا اللي رجعوه ب 6.95 سنت، وكاينين تخفيضات حتى لهاد المرايات. هادو هكا مرايات اللي هما تقليديين، نشوف واش كانوا، حيت كانوا داخلينهم واحد المره بالاشكال مختلفه، كان فيهم فقط هذا الشكل، رجعوا حتى هو ب 6.95 سنت، وداروا تخفيضات حتى لهاد السلات. هادو اللي عندهم التوب نتاع المبره راهما كبارين، رجعوهم 2.77 سنت، وكاينه تخفيضات حتى لهاد اللامب، هذه اللي هي نتاع الباركون ونتاع الجرده اللي كتلصق في الحيط باللون الاسود، رجعوها ب 4.95 سنت. وكاينين تخفيضات حتى لهاد الشميعات، هاد الكؤوس نتاع الشميعات اللي فيهم الالوان، كاين الاسود، كاين الازرق، كاين اللي هي الغوص الابيض، رجعوهم ب 2.34 سنت. وكاينين هاد الفراشات اللي كنت وريتها لكم في الجوالات، هادو اللي خدامين بالطاقه الشمسيه كيديروا الاضواء، هكا تحطوهم في الجرده وفي الباركون، رجعوهم ب 1.55 سنت. داروا تخفيضات حتى لهاد الطباسل، هادو اللي هما كبارين، كاينين هادو باللون الاسود اللي رجعوهم 69 سنت، وكاينين هادو اللي هما باللون الابيض هذا اللي رجعوه 42 سنت، وهادو باللون الاخضر. هذا يقدر يدخل حتى الميكروفيلر، رجعوه 69 سنت. وكاينين هكا هادو اللي هما طبيسلات صغارين، كاينين هادو باللون الاخضر 56 سنت، اللي هما باللون الابيض 42 سنت، اللي هما باللون الاسود 56 سنت، وكاينين معهم حتى الزلايف. هاد الزلايف باللون الاسود 56 سنت اللي رجعوه، الابيض 42 سنت، اللون الاخضر هادو 56 سنت، وكاينين هادو اللي هما نتاع السلاطه الزلايف اللي هما كبارين ب1.49 سنت. وكاينين تخفيضات حتى في الاغطيه نتاع الاغلفه نتاع السرير، هادو فيهم 135 على 200 سنتيم نتاع واحد الشخص، اللي فيهم الالوان كما كتشوفوا هنايا، رجعوهم 9.95 سنت. وكاينين هادو بنفس الالوان تاع هادو، الا هادو شويه كبارين، الاغلفه نتاع الاغطيه، هادو فيهم 155 على 220 سنتيم، رجعوه 12.95 سنت. وكاينين هادو، هاد الاغلفه نتاع السرير، كاين هذا اللي هو صغير اللي فيه 90 على 200 سنتيم، الثمن ديالو 4.29 سنت. وكاينين هادو كيختلف على حسب الحجم، اللي فيه 140 على 200 سنتيم 5.29 سنت، وكاينين هادو اللي فيهم 180 على 200 سنتيم 6.79 سنت، وهادو اللي فيه 90 على 200 3.79 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهادو، هادو كنت وريتها لكم في الجوالات، هذا راه هو هذاك اللي كنحطو هكا في الارض وكنحطو عليه البيبي كيبقى كيلعب، راه تقدروا تقلبوه على جوج جهات، اما هكا او لا سامبل. هادو زوينين خصوصا دابا ملي الصيف راه هو قرب، اللي عنده هكا الاطفال يعني يعني صغيورين كينفع ليهم، كاين فيهم هذا اللون، كاين فيهم هذا، كاين فيهم هكا اللون الابيض الاخضر، كاين هذا اللي فيه الحيوانات، الثمن ديالو 8.48 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهاد الوسادات اللي كنجلسوا عليهم هكا، كنحطوهم فوق الكرسي نتاع الجرده اولا الباركون، هادو اللي رجعوهم ب1.44 سنت، وكاين فيهم حتى هاد اللون. وداروا تخفيضات حتى الملابس نتاع البنيتات، هادو كنت وريتها لكم واحد المره في الجوالات،
كاين فيهم هاد الشكل، كاين فيهم هذا وهذا اللي رجعوهم 3 أورو و98 سنت. وكاينين هادو بوحدهم حيت هادو نتاع ديزني، هدا معروفين تاع الرسوم تاع ديزني، كاين فيهم هاد الشكل، كاين فيهم هذا. هادو هما الاشكال، هادو رجعوهم 3 أورو و28 سنت وداروا تخفيضات حتى للتقشيرات. هادو اللي في الباكيه فيهم 7 اللي فيهم رسوم تاع ديزني، كاين فيهم تاع البنيتات، هادو كاين هاد الشكل تاع ميني ماوس وميكي ماوس، كاين هاد الرسوم تاع البنيتات، كاينين هادو تاع الدراري تاع سبايدر مان. هادو ولكن ما حطوش هنايا الثمن ديالو، وداروا تخفيضات حتى هاد التيشيرتات نتاع النساء، هكا كيجيو قصارين ونصكم هكا، كاين فيهم الاحمر والاسود واللون الابيض، رجعوا في 3 أورو و99 سنت. وداروا تخفيضات حتى للصايط، هادو الصايط كيجيو قصارين هكا النساء غير المتحجبات، كاين فيهم هاد اللون وكاين فيهم هذا اللي رجع في 3 أورو و99 سنت. وداروا تخفيضات حتى لهادو، هذا زوين حتى بهذا اللون، وكاين فيه هذا نصكم هذا كما كتلاحظوا، رجعوا في 5 أورو و95 سنت. وداروا تخفيضات حتى الأحذية الصيفية نتاع النساء، كاينين فيهم هذا اللون وهذا وهذا الشكل اللي رجع ب 4 أورو و95 سنت. وكاينين هاد الاحذيه اللي هما نتاع الرياضه الرياضيه، كاين فيهم هاد الشكل وكاين فيهم اللون الابيض وهذا اللي كيجي مزوق منا، اللي رجعوه ب 7 أورو و98 سنت. راه هاد الاحذيه اللي هما نتاع البنيتات حتى لدابا عاد شفت، حيت الرقم نتاع هادو رقم صغير ماشي كبير. وكاين تخفيضات حتى لهاد التيشيرتات اللي هما نتاع الرجال اللي هما نصكم، كاين فيهم هكا اللون الاسود، كاين فيهم هادو، كاين فيهم هاد اللون، راه كاين الالوان. الثمن ديالهم 3 أورو و29 سنت. وكاينين هاد التيشيرتات اللي هما نتاع سبايدر مان، هذا فيه العلامه تاع سبايدر مان، اللي رجع 3 أورو و29 سنت. كاين فيه واحد الشكل هنايا، هذا فيه كوكاكولا. وكاين هكا هاد الشورت نتاع الرجال اللي كيجي هكا فوق الركبه اللي هو نتاع الجين، فيهم هاد اللون وكاين فيهم هذا، رجعوا ب 6 أورو و95 سنت. وكاين الاحذيه نتاع الرجال هادو اللي هما نتاع الرياضه، فيهم فقط واحد اللون هذا اللي رجعوا ب 7 أورو و95 سنت. وداروا تخفيضات حتى البيمباس هذا اللي فيه 35 حبه في الباكيه، داروا تخفيضات فقط اللي عنده الرقم 5 الكبير، رقم 5 ما كاينش شي ارقام اخرى من غير رقم 5، يعني من 11 الكيلو 16 الكيلو، رجعوه ب 6 أورو و39 سنت. وداروا تخفيضات حتى الشامبو نتاع الماركه نتاع نيفيا، هادو اللي هما نتاع الرجال، كاين هذا رجعوا بأورو 64 سنت، وكاين هاد الماركة بأورو 39 سنت. وأما الحاجة اللي لاحظتهم اليوم جدادين هما هادو، هاد الكادر هكا اللي فيه هاد الديزاين، هكا تحطو هكا في الصالون أولا في الدخلة نتاع الدار، كاين فيه هاد الشكل، شفتو هنايا كيبري فيه هنايا هاد العقيق منه. نشوف واش كاين شي أشكال أخرى، كاين هادي كاين هادي نتاع القلب، هادي بلاش، هادي هادو هما الاشكال. شوفوا هادي رائعه الشكل ديالها، الثمن ديالها 4 أورو و99 سنت. وجابوا اليوم هادو جدادين، هادو اللي كنقدروا نعلقوا هكا في شي ساك اولا في شي بلاصه، ولا نحطوا فيهم هكا السوارت. كاين فيهم هاد الشكل، كاين فيهم هكا نجمه،
هادو هما الالوان اللي فيهم، الثمن ديالهم 76 سنت. وكاينين هادو جدادين، هادو اللي كنحطوهم هكا فوق الطاوله، كيجي هكا طويل. هذا نشوف شحال فيه من سنتيم، فيه 35 على 130 سنتيم، كيجي هكا في الطول. فيهم الالوان، كاين فيه هاد اللون وهذا والاصفر والاخضر، ولكن الثمن ديالو باقي ما حطوش هنايا. وهاد الكيسان تاع اتير هما رجعوهم تاني، حيت واحد المره كان كاينه واحد الاخت كانت ولات لي عليهم، راهما كاينين حاليا. هاد تاع اتي هكا معروفين، تاع اتي تاع تركيا، اللي فيهم هكا هاد البلاصه باللون الذهبي اللي هما تاع الجاج. الثمن ديالهم 2 أورو و49 سنت. كنت وريتها لكم واحد المره في الجولات، وراني رجعت قلتها باش الناس تعرف راه هي كاينه. ودخلوا هاد القرعه هادي اللي كتهز حتى ل 10 لتر، راه هي كتطوى كما كتشوفوا، ملي كتفتحوها كتعمروا بها الماء كتولي بحال هكا، راه هي قلت لكم كتهز 10 لتر. عندها هنايا هاد الروبيني، هادي زوينه هكا الرحلات البحر صراحه. هادي عمليه، الثمن ديالها 1 أورو و58 سنت. وجابوا حتى هاد العلب نتاع بلاستيك، هادو خاصين نتاع الساندويتش كالرحلات. كاين فيهم الالوان، كاين الاخضر، كاين الازرق، كاين الغوز. هذه مختلفه على هذه، هذه الثمن ديالها 1 أورو و39 سنت، حيت هذه صغيره على هذه. حتى هذه نفس الالوان، الثمن ديالها 90 سنت. وكاينين هادو اللي هما صغيورين هكا، تحطوا فيهم شي حلويات هكا ملي كتكونوا خارجين، حتى هما فيهم نفس الالوان، الثمن ديالهم 38 سنت. وجابوا هادو، هادو اللي هما تاع بلاستيك في البكيه، فيهم ثلاثه، فيهم هكا الالوان، الثمن ديالهم 1 أورو و94 سنت. واما في الجهه نتاع الاكسسوارات، قلت لكم كل مره الا لقيت شي حاجه الجديد في الجهه نتاع الاكسسوارات كندير لكم فيها جوله. ولاحظت الاشياء اللي هي جدادين، هي هذه العلبه اللي فيها الاكسسوارات نتاع الشعر اللي دايرين له على شكل فراشه. هذه فيها بزاف، فيها المقابط هكا، وفيهم الاشكال مختلفه لداخل، خصكم تختاروا الشكل اللي بغيتوا واللون كما كتلاحظوا. عجبتني هذه العلبه اكثر لوحدكم، عارفين اللي عنده البنيتات غادي يفهمني. دائما هكا هادو الاكسسوارات نتاع الشعر كيبقاو كيتوضروا لينا في المجوره، ولكن هاد العلبه زوينه هكا تبقاو تخبعوا فيه الاكسسوارات. الثمن ديالهم 1 أورو و99 سنت. ودخلوا حتى هاد البغسليات، شوفوا هادو اللي في الباكيه، فيهم 4، فيهم هكا العقيق رائعين. كاين فيهم هاد اللون، كاين فيهم هذا اللي فيه القرونه رائع، فيه هكا الاسود، كاين فيه هاد اللون بالثمن ديالهم 1 أورو و52 سنت. وكاينين حتى هادو، حتى هاد الاكسسوارات نتاع الشعر اللي في الباكيه، فيهم 16 حبه، وكل وحده واللون ديالها. كاينين هكا الالوان غامقه، وكاين الوان فاتحه، الثمن ديالهم 99 سنت. وكاينين حتى هاد الاكسسوارات نتاع الشعر اللي في الباكيه، فيهم 4، وفيهم هاد الالوان، شوفوا منا، فيهم هكا، فيهم هاد اللون، فيهم الوان مختلفه، الثمن ديالهم 99 سنت. واما في هاد الجهه اللي عنده العلاقه بالجسم والعنايه بالجسم، لاحظت هاد الاله، هادي اللي كدير المساج للجسم، راه هي كبيره، العلبه ديالها كبيره، كنحاول نجبدها. يجي فيها هكا الرؤوس، كتختلف من بلاصه لبلاصه، حيت كدير المساج هكا الرجلين واليدين والعنق والظهر. راه هي في عديده نتاع الاستعمالات كما كتلاحظوا، الثمن ديالها 9 أورو و95 سنت. وكاين حتى هادي، حتى هادي فيها كاع داكشي اللي عنده العلاقه بالجسم، هكا تقدموها كهديه. هاد العلبه زوينه، فيها البابيلو هنايا، الثمن ديالها 3 أورو و95 سنت. واما في الجهه نتاع الاعمال اليدويه كما كتلاحظوا،
لاحظت هادو جدادين، هاد السلك اللي تقدروا تلويوه ترجعوه بالطريقه اللي بغيتو كما داروا هنايا، كتلويوه هذا كيولي بحال هنايا لوف، تحطوه فوق الطوطه ولا بوي او تصنعوا به الطياره. المهم الاشكال مختلفه وفيهم الالوان، كاين الغوص، كاين لون الليله هذا، كاين اللون الاحمر، كاين الذهبي، للثمن ديالهم 69 سنت. وكاينين حتى هادو، حتى هذا راه هو السلك، راه هو كبير بزاف، فيه 25 متر بثمن ديالو 59 سنت. وفيهم الالوان، كاين هكا الذهبي، حتى هذا تقدر يصلح لاي حاجه. وراهم جابوا بحال داكشي اللي وريت لكم ديك المره، هادو وهذا كنت وريت لكم، هذا دابا جابوهم بهذا الشكل. هاد الشاصيات اللي في الباكيه فيهم خمسه، هكا تحطوا فيهم الحلويات واي حاجه. كاين فيهم الالوان، كاين الابيض، كاين الغوص، كاين الازرق، هكا اللي عنده سبوع واللي عنده شي مناسبه راه غادي ينفع ليه. الباكيه قلت لكم فيه خمسه، الثمن ديالو 69 سنت.